بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سعود بن معلا، ويشرفني أني أدخل الكيان العظيم، وعسى الله يوفقنا وابشروا بكل علم طيب. أخوي الشاعر نايف الحزيمي، أقبلت شامخ راس وإحساس وجروح، ولاني على تحقيق حلمي مطول، ولا جيت أشارك خمسة أيام أروح، أنا ما جيت إلا على الرقم الأول. هلا، اسعد الله صباحكم اخواني المشاهدين. اخوي اخوكم نايف الحزيمي شاعر، الشعر رساله كما يعرف الجميع، لكن اعتقد ان في شخصيتي رساله حاب اوصلها للجميع. والله يوفقنا ويوفق اخواني المشاركين. اللهم امين.